مشاهدينا تعودنا ضمن صباحنا نضوي على مشاريع تخرج الشباب والصبايا يلي عم تكون افكار كثير حلوه وضمن الامكانيات المتاحه. اليوم رح نتعرف على فيلم قصير بعنوان قطعه حلوه. طبعا الفيلم بيحكي عن قصه طفل مصاب بمرض السكري ومعاناته مع هيدا المرض. خلونا نتعرف اكثر عن الصبيه خريجه كليه الاعلام قسم الاذاعه والتلفزيون. طبعا الفيلم كان من اعدادها واخراجها سندوس يوسف برية. اهلا وسهلا فيك يا سندوس. يسعد صباحكم. صباح الجميع. يسعد صباح كل مين عم يشوفنا. يسعد صباحك يا سندوس واهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبدايه هيك نعرف شو سر قطعه حلوه وكمان لها علاقه بمرض السكري. من وين استوحيتي القصه او صاير شيء حدث؟ اكيد صاير شيء حدث لحتى الهمك للاعداد والاخراج بنفس الوقت. بدايه يسعد صباحكم. يسعد صباح الجميع وكل مين عم بيشوفنا. دائما نعم رب العالمين اذا بدنا نقعد نعدها هي لا تحصى. صحيح. اذا بدنا نفكر شو اهم نعمه عندنا اياها او الكنز اللي عم نملكه فممكن نقول هي او هي. لا هو فعليا اهم شيء عم نملكه هو صحتنا. تمام. وصحتنا هي الى جانبين اللي هي الصحه النفسيه والصحه الجسديه. الصحه النفسيه والصحه الجسديه هن مرتبطين ببعضهم. إذا حدا منهم صار فيه خلل فهو رح يأثر على الجانب الآخر. فكرة فيلم قطعة حلوة، إذا بدنا نرجع مين هي سندس؟ سندس الحدا يلي هو بيحب يزرع أثر طيب وخصوصا بالأطفال، يلي بيحب دائما يكون في توعية ل براءة الأطفال أحياناً ممكن تكون مؤذية. يعني الطفل هلأ خلال فيلم قطعة حلوة نظهر إنه أحياناً براءة الطفل أدت ل تعب طفل آخر. فأنا كان أثري أنه أنا لازم نكون عندنا توعية مو بس للكبار حتى للصغار أنه نحن في حدا مريض السكري ممكن قطعة السكر اللي أنت تحب تأكلها صديقك ما يقدر يأكلها. صحيح. من هون استوحينا فكرة فيلم قطعة حلوة بأنه أهم كنز بنملكه هو صحتنا. ثاني شيء أنه قديش دور التوعية بيلعب دور مو بس على الأطفال حتى على الكبار والصغار. تمام سندس، قبل ما أسألك ليش سميتي الفيلم بهذا الاسم حابة نحن والمشاهدين نتابع شوي لقطات من فيلم قطعة حلوة لحتى نعرف أكثر عن هذا الموضوع. خلينا نحكي أكثر اليوم كيف كانت التحضيرات لهذا الفيلم. بداية التحضيرات بدأت ب أيوة بدايه بدات من تدريب الاطفال. يعني انا حدا بيحب يكون العمل بدقه عاليه. أكيد. مع الامكانيات المحدوده اللي موجوده عندي بدانا اول شيء من تدريب الاطفال. طبعا في قبل تدريب الاطفال اعداد السيناريو. تمام. اعدينا السيناريو بشكل كامل. بلشت بتدريب الاطفال لمده شهرين متتاليين. هن الاطفال مشاركين بعروض مسرحيات خلال مدارسهم. طبعا بدي اتوجه لهم من خلال القناه للطفل تيمي الرفاعي والطفله موده فريجا ولاهاليهم بالشكر لتعاونهم الكبير. لانه صعب التعامل مع الاطفال اليوم سندوس. نحن بفئه انه الطفل هو مو صعب التعامل معه ولكن بدك توصلي منه انه يطلع لك الشيء بشكل صادق بدون ما تحسسي انه هو عن جد عم بيمثل. لا انا بدي يطلع لي الشعور الداخلي. هو صعب بس مثل ما نقول السهل الممتنع. أكيد. التعامل مع الاطفال. صحيح. فكانت العمليه انه احنا دربنا الاطفال على شهرين متتاليين. بعدين السيناريو عملنا تعديلات عليه بسيطه باشراف الدكتوره طبعا. بالاضافه بعدين بلشنا نفكر باسم الفيلم. يعني انا عمليه اسم الفيلم هي كانت اخر خطوه انا بلشت عدها لحتى اكون كملت عندي الصوره. قريت كثير دراسات عن مرض السكري، اخذت كثير استشارات من الاطباء لحتى انا اقدر اوصل للطريقه الصح ووصل الفكره بطريقه صحيحه. اكيد. خلينا كمان نحكي سندوس اليوم عن التصوير وعن ظروف التصوير يلي مرقت فيها. يعني نحن بنعرف انه يمكن بالمسلسلات حتى اي مشهد صغير ما حدا بيعرف شو في وراء الكواليس، قد ايه بياخذ ساعات وممكن يكون دقيقة. تمام. مشاهدة، شو الظروف يلي كانت خلال تصويرك صارت صعبة كتير؟ وخلينا نحكي كمان عن كاست العمل. تمام. بداية أي عمل له صعوباته. بداية بنحسه أنه هو صعوبات ولكن بس ينتهي العمل وتشوف الإنجاز اللي نحن وصلنا له فبتحس أنه هاي الصعوبات هي كانت لذة العمل. طبعا. ولكن إذا بدنا نحكي عن صعوبات العمل كتصوير، بداية كتصوير كانت الصعوبات أنه أنا بدي أجيب موافقة لأقدر صور بمكان عام، لأنه أنا ما كان تصويري ضمن بيتي أو هاي، كان تصوير بحديقة عامة. فلا قدرت طبعا مشكورين كل الجهات المعنية كان في تعاون، قدرت أحصل على الموافقة بالتصوير. حتى مدير الحديقة بمدينة التجارة كان كثير متعاون. هي اول صعوبه كنت عم واجهها لامن الموافقه لاقدر اصور بالطريقه الصحيحه.
الصعوبات الثانية هي تأمين الأدوات، ولكن مشكورة زميلتي حنين الطرابلسي كانت جدا متعاونة، أمنت لي كل معدات التصوير لحتى هي تساعدني. طبعا أنا عندي خبرة بمجال التصوير، ولكن لأني كنت من ضمن كاست العمل فما كنت قادرة أنه أنا أصور، فكان زميلتي هي اللي بستلمة عملية التصوير. أكثر صعوبة مرقت فيها بالفيلم أني أنا صورت الفيلم حوالي 6 ساعات متواصلة، كنا نحن عم نصور الفيلم بيوم كامل. بعد ما انهيت الفيلم وهيك رجعت على البيت عم بنظر لبعض هيك المشاهد، في مشهد ما عجبني، هو كان ثانيتين يعني بمعدل ثانيتين، بس مثل ما خبرت حضراتكم انا بحب دائما يكون العمل خلص لو ثانية، فرجعت عدت هذا التصوير الثانيتين بس اكل معي ساعتين. ومشاهدة قد ايه كانت مدته؟ مشاهدة الفيلم دقيقتين. تمام. يمكن الحلو فيكي سندوس اليوم عم تشتغلي مشروع تخرجك مو بس مشان العلامة، لا انت اليوم عم تحاولي تتركي بصمة خاصة فيكي. خلينا نوضح كيف كانت الأصداء اليوم، ان كان من قبل أهلك رفقاتك أو المشرفين حتى على الفيلم. هلا بداية أنا بلشت بالفيلم، يعني كان مشروع تخرج بشهر 9، بلشت التحضير له من شهر 8، بلشت نزل كواليس، صممت بوستر، بلشت أعنه، تواصلت كثير مع جهات مانية، تواصلت مع منظمة ليبية لحتى هي عندهم معرض بيعملوه لحتى يعرضوا فيه توعية عن مرض السكري، مشكورين طبعا هن نزلوا الفيلم على صفحتهم. في منظمة كمان بمدينة جرمانة تواصلت معها كمان، مشكورين، عملوا جلسة توعوية عن مرض السكري، كان ختام هي الجلسة عرض هذا الفيلم. كان في كثير أصداء حلوة من دكاترتي، من أسرتي، من أصدقائي، إنه قديش نحن قدرنا معاناة طفل كبيرة ممكن مدى الحياة، مثل ما بنقول نحن هو العدو والصديق لهذا الطفل، عدوه لأنه هو عم يتعبه وصديقه لأنه مرافقه طول عمره لمرض السكري، ولكن نحن قدرنا نوصل هاي المعاناة بدقيقتين وصامت. فهو من أصعب الأمور ومن أصعب الأفلام هي إنه يكون فيلم روائي وقصير وصامت، يعني بيحكي كثير ولكن بدون ولا كلمة، بدون ولا كلمة وبوقت قصير، وإحنا عم نجسد معاناة أطفال مو بس طفل واحد موجود بالحياة. تمام. يعني من خلال حديثك إنه هلأ ممكن عم تقولي نجسد معاناة أطفال، فهالشيء ممكن يكون إنه في اختلاف بتجسد المعاناة بالمستقبل، يعني ممكن تفكري بمعاناة غير أو تضلي متجهة نحو هذا الاتجاه أنه تحكي بس عن الأمراض، ولا ممكن نشوف معاناة اجتماعية وتضلي عم تتابعي بأفلامك؟ طبعا أنا ميولي يعني من أول ما دخلت لكلية الإعلام بأنه أنا بالجانب الاجتماعي وجانب الأطفال، يعني أنا دائما بحب كرس الأطفال. حتى أنا أول تقرير تلفزيوني تم إنتاجه من إعدادي وأخراجي هو كان عن أطفال متلازمة الدم، يعني فأنا ميولي نحو الاجتماع ونحو الأطفال، فإن شاء الله مكملين نحو هذا المكان، وهيك بلكي بتشوفوني إن شاء الله برنامج متكامل عن هذا الموضوع إن شاء الله. بالختام سندوس هيك خبرينا أكثر، شو أهدافك للأيام القادمة؟ بداية أهدافي حابة توصل رسالتي للجميع أنه إحنا بدور لازم نوعي، صرنا بوضع لازم نوعي مع انتشار التكنولوجيا، مع انتشار الصداقات عبر التكنولوجيا، أنه لازم يكون في توعية كتير كبيرة. الهدف الثاني إن شاء الله هيك قريباً بيكون صرت مدرب محترف. حلو. بمجال مختلف وهو جديد رح يكون بسوريا، بالإضافة هيك إن شاء الله هيك عم نحضر لكون في تقديم برامج تلفزيونية نحو مجال التوعية إن شاء الله. يا أكيد سندوسة، بالختام بدنا نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله هيك يا رب نشوفك هيك دائما ناجحة ومتألقة ولمزيد من الأفلام والإبداع لإلك. شكرا لكم. هيك بالختام بس حابة أضيف، أكيد أنا هذا الفيلم بتمنى إهداؤه لوزارة الصحة، وإنه وزارة الصحة أنا مستعدة لأي تعاون معها لحتى نوصل فكرة هذا الفيلم لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع. شكرا لكم وشكرا لكل الكادر. أهلا وسهلا فيك سندوس، نورتينا. بالختام بدنا نشكرك وأكيد